نحاول ان شاء الله نعطيو الانطلاقه ديال الحلقه ديالنا. مرحبا بسيدي كريم، اهلا وسهلا، تحياتي لك سيدي، شكرا دائما على في المنع يطولك انك تكون موجود ان شاء الله. فاول شيء كنا نحاول نرحبوا ان شاء الله دائما بالضيوف ديالنا، دائما حلقه جديده، موضوع جديد. الموضوع صراحه فيه معلومات كثيره، اللي هو سرقه الهويه. ومي كنقصد انا سرقه الهويه ماشي فقط غير السوشيال سيكوريتي، ربما نقدو سيدي كريم نربطوها حتى سرقه الهويه بالنسبه للناس المغرب اللي هو لا كارت ناسيونال، او بالنسبه لاوروبا اللي هو لا كارت سيجور ولا داك الورقه ديالهم. يعني الحاجه هو الموضوع ربما انه يطبق على الجميع، غير هو فقط حنا غادي نعطيو شرح مفصل اكثر واكثر، بما اننا متواجدين هنايا والقوانين اللي ممكن تتبعوها. غير هنا كاين قوانين اللي هما كنعرفوها اكثر، ولكن في المغرب ربما يكون مثلا التبليغ عند محاضر الشرطه، وربما في اوروبا ربما غادي نربطوها بحوايج واحده اخرى. اي كسيدي كريم، هي المهم سرقه الهويه ممكن انه يطبق على الجميع. اذا ان شاء الله على بركه. نعم بالضبط، كل دوله والقوانين ديالها فقط، غير القوانين، ولكن هو كموضوع ربما يطبق على الجميع ومفيد بكل صراحة، مفيد للجميع. إذن على بركة الله سيدي كريم، مرحبا بك، رحبوا بك مرة ثانية، ودائما ضيف عزيز وضيف خفيف بالمعلومات صراحة اللي ما كتبخلش بها. سرقة الهوية سيدي كريم، راه من بين المواضيع اللي هي ربما من أكثر ربما من خلال البحث البسيط اللي درسه، أن أكثر من 10,000 حالة يعني التبليغ للشرطة سنويا هنا في أمريكا، وما إلا طبقنا في العالم غادي تكون حوايج واحدة أخرى. فمن بين الأكثر المسائل اللي هو كيتم التبليغ بها هو سرقة السوشيال سيكيوريتي. ومي كنتكلم على سرقة السوشيال سيكيوريتي ديالك ولا الهوية ديالك، يعني كتم بزاف ديال الحوايج. ربما أن كاين الناس اللي ربما يقدوا يفتح بها حسابات، ربما يقد يشتغل بها، ربما يقد انه يعني داك الايدنتيتي ديالك ولا التعريف ديالك بامكانه يستغلو يدير بها شي حوايج اللي ربما تلقى راسك انك في واحد الورطه وما عارفش اللي ما كنتيش كتبحث في هذه. فسيدي كريم نعطيك الكلمه، وغادي نقول لك مثلا كيفاش كيتم النصب على شخص معين، وكيفاش كيفاش يقدروا يسرقوا مثلا الهويه ديالي انا مثلا، كيفاش يتم النصب عليا. شكرا. هذه في بالضبط في الولايات المتحده كاين واحد النسبه كبيره ديال الناس يصبحوا ضحيه سرقت هوية، سواء عن طريق يعني سرقة رقم الضمان الاجتماعي، وهو شيء يعني مهم الواحد يحتاط ويحتفظ به، لأن لا تسرق لذلك السوشيال يقدر ذلك النصاب ولا ذلك يعني السارق يقدر يدير به بزاف ديال الحوايج. فلهذا فتنصح الواحد دائما الاحتياط من ذلك الرقم الضمان الاجتماعي، ويعني تستعمل داك السوشيال في بزاف ديال الاشياء. مثلا ملي تسرق لك السوشيال سيكوريتي، فيمكن داك السارق يقدر يشتغل به، يحصل على عمل، او يقدم واحد طالب القرض، او مثلا يفتح به الحساب ديالك، او يعني يقدم به الضريبه باش يحصل. يعني دابا الشخص الا سرق الهويه ديالي ولا سرق السوشيال، باش الناس يزيدوا يفهموا اكثر الا كانوا متبعيننا هنايا في امريكا، الا سرق السوشيال ديالي وهي بنفس الطريقه الا خدا لي لا كارت ناسيونال في المغرب، بامكانه مثلا اي حاجه انا كنقوم بها يمكن له يفتح حساب بنكي، بامكانه يطلب مثلا كريديت كارد او يطلب قرض، وبامكانه مثلا ربما يشتغل حتى في بلاصتي على اساس انا داك الشخص هو انا. نعم بالضبط، نعم. يعني هذا شيء جد خطير صراحه. يعني ولكن الانسان كيفاش غادي يعرف بانه سرقت لي ديك الهويه؟ هذا هو السؤال المهم بس كان. السؤال اولا سؤال جد مهم. كيفاش نعرف بان سرق لي السوشيال، وشي واحد كيستعمل السوشيال ديالي مثلا، وانا ربما انا دابا لايف وشي واحد راه واخد السوشيال ديالي. اولا مثلا لو مثلا سرق لك السوشيال سيكوريتي وواحد قدم به الضريبة، فمصلحة الضريبة تصيفط لك واحد الرسالة، هذه الرسالة هذه تتبين لك بأن السوشيال ديالك استعمل، أنا someone is using your social. هنا تتعرف بأنك أصبحت ضحية. هذا من 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 أشياء اللي تقدر تمكن تعرف إن كيفاش أنا أصبحت ضحية، أن واحد الشخص خذلك سرق لك السوشيال سيكوريتي وقدم ضريبه باسمك وبمعلومات ديالك باش يحصل على عائد.
فانت تتفاجئ ان مصلحه الدار تتصل لك واحد الرساله، وعندي واحد النموذج لواحد الرساله بالمناسبه، ها هي عندي نعم رساله تتسمى ليتر 446 سي، هذه واحد الكود ديال مصلحه الضرائب تتصيفط لصاحب الضريبه لو كان واحد ضحيه. هذه الرساله معروفه ب 4464 سي، هذا بحال واحد اوكي الكود. جيد مزيان. فهذه رساله الكود كتصيفطها نعم. مصلحه، رساله كتصيفطها شكون اللي كتصيفطها بالضبط سيدي كريم باش الناس يعرفوا اكثر؟ تتصيفطها مصلحه الضرائب، مصلحه الضرائب هي اللي كتصيفطها. تتصيفطها مصلحه الضرائب، اسمحوا لي. لا ما كاين مشكل، خذ راحتك، يعني احنا فقط دردشه. هذا الشيء الجميل هو انا تنعطيني مسائل يعني من 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 من, من الواقع، ماشي زعما. لا مزيان، احنا غادي نوصلوا ان شاء الله، لان كاين بزاف ديال الحوايج اللي كاين ربما. هذا واحد الشخص مثلا، اوكي، واحد الشخص مثلا تعرض لسرقه الهويه وبعثوا لي رساله العاير اللي الخصوصي ديال هذا العاير، بعثوا لي رساله في جولاي 13. هنا دابا هو الشخص مثلا مرتقب واحد العائد، قالوا تسمعني، مرتقب واحد العائد ولكن ما كاين حتى شي عائد، لانه حطوا ليه الاي ار اس، حطوا عليه واحد يعني هولد، يعني وقفوا ليه هذاك الريفاند باش يشوفوا. هذه برساله يعني هذه هي سيدي كريم. سيدي كريم يعني مثلا هذا الشخص دابا، هذه الرساله دابا اللي عندك انت حاليا، هذا الشخص اللي وقفوا له هذا العائد هذا، واش كاين شي شخص ربما مشى طلب ذاك العائد قبل منه ولا كيوقع له؟ دابا كيفاش يحصل دابا ملي غادي تمشي مثلا دابا كيفاش يحصل على سرقه الهويه مثلا؟ واحد مزيان مشى لعند واحد صاحب شركه باش يشتغل معاه. هذه جايه، قال له غادي نخدمك، انت تعطيني السوشيال ديالك، راه لقيت لك الخدمه، المهم صافي. الاخر تعطيه المعلومات الشخصيه ديالك، هذه من بين الطرق ديال التاي ديال النصب سيدي كريم ياك. اوكي سي كريم، ربما انا الكاميرا ولا شي حاجه مشات، دونك نحاول نكمل. تجي مكالمه، اسمح لي مكالمه باقي مع ما كاين مشكل ان شاء الله. داك الشخص يمشي داك لواحد الشخص ممكن حاول تضغط على الكاميرا سيدي كريم باش تبان، لان الكاميرا ديالك مشات. فسي كريم كما قال لك، يعني مثلا عنده مثلا هذه رساله، لان الشخص اللي وقفوا له العائد ديالو ربما، علاش؟ لان كاين هناك اشخاص اخرين اللي كيحاولوا انهم ينصبوا بطرق، يعني ربما الطرق انها كتختلف، كل واحد عنده الطريقه ديالو في النصب، فتم الاستغلال ديالو وخذوا السوشيال سيكيوريتي وحاولوا ربما عطاوه لشخص واحد اخر، وفي الاخر كيلقى راسو انه وقع في واحد الورطه، لان السوشيال ديالو تم استعماله من طرف شخص اخر. كيفاش نحصل على ندير الكاميرا؟ فقط حاول تبرك على الكاميرا، راه تلقى من ضغط عليها وهي ترجع لك الكاميرا ان شاء الله. ما عرفتش ما كاين حتى شي مشكل، فقط انا. فان شاء الله في اطار ان شاء الله نحاولوا نسينو سي كريم، يعني كما قلنا طرق النصب الاخوان ديال السوشيال سيكوريتي، راه ماشي فقط انك ربما دخلتي راه معلومات عن طريق الانترنت وتم الاستغلال ديالها. بعض المرات وهذا هو الشكل الخطير، هو انه كيتم الاستغلال، يعني ربما كتمشي انك تعمر استماره. سي كريم فقط انا كنحاول، كنت كنحط واحد النقطه على ما جيتي نتايا، قلت ان كاين الناس يعني طرق النصب انها كتختلف، ماشي فقط غير عن طريق ربما ملأتي واحد الاستماره عن طريق الانترنت، كاين عصابه واحده اخرى، هو انك تمشي ربما شركه غير موثوق بها ولا ربما محل، وكتعطيهم السوشيال سيكوريتي ديالك كامل، وكيهزوا داك السوشيال ويحاولوا ربما يروجوه لاشخاص اخرين. بالضبط نعم، تيروجوا الناس مثلا اللي مثلا تيروجوا شي ناس مثلا ما عندهمش الوثائق، غير قانونيين، تيكونوا ما عندهمش اوراق، فالمهم خصهم عمل، نعم يشتغلوا عمل، وتقدروا داك السوشيال تتباع بالثمن، يعني تعطيه الثمن مقابل واحد الاجر، وداك الشخص يمشي في شي ولايه اخرى وتشتغل به وتياخذ به الريفاند، يعني تياخذ به الشيكات، ويعني ومن نعم. بعد ملي تتقدم على الضريبه تتولي مقدم انك اشتغلتي اكثر من عمل، ممكن نعم. تكون ثلاث اعمال اربعه ديال الشركات ولا خمسه، فهنا هنا تتعرف بانك اصبحت عرضه لسرقه هويه. السي كريم باش نكون تاع الجديه مع شويه ديال الدردشه، يعني كتلقى شي اخوان ربما كتوقع هذا المشكل، هو انك انت خدام خدمه وحده ما عليك ما بيك، وكما قلت انا واحد اخر خذا لك السوشيال ديالك، وانت ناعس في دار غفلون ما عارف شنو كاين، حتى كتلقى راسك انك تتفاجئ ربما ان العائد
هو ماشي العائد صراحه، ربما انك تخلص عليه ربما اكسترا، او ان شخص جا وخذ لك السوشيال ديالك وخدم خدم خد جوج خدمات، ولا داش به حاجه واحده اخرى، اما دار به قرض ولا مشى طلب حتى ذاك العائد ديال بامكانه يطلب السي كريم تاع بالنسبه للعائد ديال التاكس، بامكانه يقدر يستعمل هذه المساله هذه. ولكن مصلحة الضرائب فيقدر ياخذ العائد، ولكن لا قدمتي والشخص اللي نصب وسرق لك الهوية وقدم، فالاي ار اس تتعمل واحد الهولد على الاكونت، يعني ما تقدر تعطيك حتى شي واحد تتاكد ان انت المعني بالامر، وتتصيفط لهم واحد النموذج 1429، واحد النموذج هو يعني تتبين له بانك انت عرضه للسرقه، هو النموذج هو هذا. يعني انا من بين الحالات اللي مثلا البحث البسيط اللي درته لقيت ان مثلا كاين اشخاص، ولا من بين القصص الواقعيه اللي وقعت هو ان الناس خدا السوشيال سيكيورتي ديال واحد الشخص معين، يعني نصب عليه خدا داك السوشيال ومشى دار به كريديت كارد، دار به كريديت كارد وخدا به قرض وبزاف ديال الحوايج، يعني حاول يستغلها حتى كيتفاجئ داك الشخص، ربما كيتصلوا به هو محل بحال واحد القصه اللي وقعت، اتصلوا بهم من التارجت لان ذاك اللي خذا له السوشيال عطاهم المعلومات ديال السوشيال وكان عندهم ناقصهم واحد المعلومه ديال الادريس، فاتصلوا بذاك السيد وكيقولوا له راه مازال ما كيتصلوا به، كيقولوا له بالله راه كل المعلومات الا فقط الادريس هي اللي مازال ما عطيتيهالناش، حاول تعطيه. فكيتفاجئ بانه كيقول له انا ما عمري مشيت على ذاك المحل ولا طلبت واحد ذاك القرض ولا طلبت شي حاجه، فهنا عاد كيفيق كيعرف راسه بالله راه تم النصب عليه وتم استغلال السوشيال ديالو انه كيفتحوا به كريديت كارد واحد اخرين او قروض اخرى. نعم، هناك طرق كثيره باش يعرف الواحد اصبح ضحيه. اولا مثلا تيبغي تشيكي الكري ريبورت ديالو، يعني داك التاريخ الائتمان، يعني كري ريبورت، وتلقى ان شي حوايج غريبه عليه، تيكون شي فاتح شي مثلا واحد فتح لي امريكان اكسبريس اكاونت، ولا يعني خدا كريدي كارد وواحد فيها واحد المبلغ، هنا تتفاجئ ان هذاك الشيء ماشي هو هذاك، يعني تمشي تتصل تلقى انه شي واحد استعمل ليه هذاك السوشيال ديالو المعلومات ديالو او الهويه ديالو وخدا، وبان لي في التقرير ديال كري ريبو، يعني هنا بان لي بانه اصبح ضحيه. ولهذا فمن تنصح الاخوان دائما يبداو تشيك الكري ريبو ديالهم على الاقل مره في السنه. مزيان سيدي كريم، هذه نقطة إن شاء الله غادي نرجعوا لها ضروري، غير فقط باش نرجعوا لنفس النقطة باش ننسى الناس أنهم يتبعونا دقة بدقة أو خطوة بخطوة. يعني مثلا بين نصيحة أنت راك ذكرتيها وربما مشات لك الكاميرا باش نرجعوا لك النقطة، يعني بعض المرات ها طرق النصب كي كتوقع، كيف يعني ما هي شنو هي طرق النصب كي كتوقع؟ ربما بعض المرات يعطيهم نصائح، ربما يعني فين فوقاش عطي السوشيال ديالك، واش ملي تمشي تعمر واحد الابليكيشن عند واحد ربما محل عادي ولا ربما يعني على حسب النوع ديال الخدمه، يعني ما تحاولش تعطي السوشيال ديالك لاي كان، يعني لما كانش واحد الشركه اللي هي موثوق بها ولا ما كانش بالضبط. يعني نعم، ماشي اي واحد يعني تعطيه السوشيال ديالك، وحتى من مثلا بعض الخطرات تتكون كاري واحد المحل وتيقول لك عطيني السوشيال ديالك، عطيني المعلومات ديالك، يعني هذه حتى هي ربما داك الشخص اذا كان باغي ينصب عليك راه غادي ياخذ المعلومات ديالك ويستغلها، يعني هذه حتى هي خصك مع من تتعامل، الشخص ولا الشركه مع من تتعامل، يعني هنا ثقه، ويعني ثقه و المهم تكون عارف شنو تدير ومع من تتعامل، و يعني خصوصا نعم، يعني بالمعنى الصح ما تعطيش السوشيال ديالك لاي كان، الا نعم. ما كانش واحد الشركه اللي هي موثوق بها ما تحاولش تعطي السوشيال ديالك، ربما بعض المرات كيكون فقط لاخر اربع ارقام ديال السوشيال سيكيورتي هي المهمه، ماشي ضروري يكون السوشيال سيكيورتي كامل ديالك. واماكن اللي موثوق فيها مثلا شركه معروفه يعني موثوقه، يعني تقدر تعطي المعلومات الشخصيه، مثلا البنك راه معروفه، يعني البنك راه موثق، يعني او المحاسب يعني موثق، يعني الانسان اللي غادي يكون معروف وعنده مصداقيه، ماشي اي واحد تمشي تعطيه السوشيال سيكيورتي. كاين حتى بعض الناس اللي المعدين الضرائب فهم حتى هما تيكونوا تيقدروا يبيعوا السوشيال ديالك ويقدروا يديروا مسائل غير قانونيه، نعم، كاع ياخذ السوشيال ديال الاطفال ويعطيهم شي واحد اخر،
فهنا كذلك تكون مشاكل. فضروري داك اللي غادي تمشي لعندك الشخص يكون موثوق، يكون مسجل قانونيا، يكون عنده رقم ضريبي او لا داك بي تي ان نمبر، يكون موثوق داك المعيد الضريبي اللي تعطيه مسائل الشخصيه ديالك. نعم. يكون عنده موثوق تعرفه، عنده تشوف الريفيو ديالو، تشوف يعني واش معروف ولا، ولازم دير واحد بحث عندك الشخص اللي غادي تعطيه المعلومات الشخصيه ديالك. جيد جيد سيدي كريم. السؤال الثاني كيقول، وهذه من الاسئله اللي كنتوصلوا بها، كيفاش نعرف بان يعني شخص كيستعمل دابا السوشيال ديالي؟ دابا الان حاولنا النصائح اللي كانت مهمه، انا من الواحد ما يعطيش السوشيال لاي مكان، ولكن دابا الان في واحد الحاله انا مثلا ربما انا ما عارفش، كي ندير نعرف بان ربما السوشيال ديالي راه مسروق دابا الان، شنو هي الطرق اللي نعرفها؟ مثلا تتوصل بواحد البيل من مستشفى ولا من كريديت كارد ولا هادي، تيوك بلا تيسالو كل تيتصلوا معاك صحاب كريديت كارد، يقول لك راه مازال ما دفعتيناش، ولا ما عندك واحد البالونس، يعني عندك واحد الرصيد ما دفعتيناش، وهادي تيتصلوا معاك مثلا مكاتب ديال الائتمان تيوك انت. نعم، او كذلك ربما حتى بالنسبه لانك ملي كتشكل كريديت ريبورت ديالك الانوال ريبورت. نعم، ربما الى حتى هي الطرق جد مفيده انك تشكل الكريديت ديالك وكتعرف الى ربما واش كاين شخص. مع الاسف، مع كامل الاسف، حنا ما تنهتموش بهاد المسائل، يعني يعني الواحد تيجي لهاد البلد اشتغلتي عملتي عنده كريديت عنده هذيك ما تهم. نعم. الميكروفون ديالك سيدي كريم راه بارك عليه فقط. اوكي مزيان، دابا الصوت مزيان وصل. يمكن قلت لك مثلا ملي انت مثلا ما كنتاكدوش صراحه، حنا ما كنشوفوش يعني في الكريديت ريبورت، كنشوفو تنشوفو غير تي واحد يجي تشتغل تي عملتي ياخذ الكارتي ديبيت كارت وهادي ما تعرفش شنو واقع، ولكن ملي تتشيكي تتراقب وتترقب داك الائتمان ديالك هادي تتعرف شنو فيه بعدا. نعم. وتقدر تاخذه مجانا مره في السنه ملي تتمشي لك الموقع الالكتروني في الانترنت www.annualcreditreport.com، هو مجاني مره في السنه. يعني هو الا كنتي معمل واحد الابوني مع دي واحد اشتراك مع مثلا واحد المؤسسه اللي تتراقب الكريديت فتعطيهم واحد 10 دولارات في الشهر، فهي تتراقب لك الكريديت، ومنها هذيك المعروفه لاك لايف، وكذلك كارما كريديت. كريديت كارما هذا هو السؤال اللي كنت غادي نقول لك سي كريم، يعني ربما تا كريديت كارما راه مجاني، بامكانك تدخل وتشوف شنو كاين مثلا، يعني دائما ابلكيشن في التطبيق في الهاتف، وانك بامكانك كتشوف شنو كاين. تشوف شنو واقع، تشوف واش شي حاجه جديد ولا هادي، اما يعني باش تشوف واش كاين شيء واحد استعمل لك الكريديت. فالناس تنتبه الأشياء دقيقة ولكن مفيدة كثير، يعني تتهم الإنسان. نعم جيد. دابا الآن حاليا ربما تأكدنا شفنا النقاط اللي هي كانت جد مهمة، أنني كندير مثلا نتجنب ما نعطيش السوشيال ديالي لأي كان، نحاول أنني نشوف المكان اللي هو موثوق به، عاد نحط السوشيال ديالي في نفس الوقت، يعني بإمكاني نتشاكا فقط أنا كندير واحد الريفيو باش الناس اللي ما ربما عاد التحقوا بينا يعرفوا، نحاول ندخل مثلا كاين كريديت ريبورت لا كريديت انوال ريبورت، كنشوف مثلا واش السوشيال ديالي تم استعماله من طرف شخص اخر، واش وصلتني شي رساله من طرف ربما من طرف المستشفى ولا من طرف بعض الشركات اللي ربما يكون هذا الشخص اللي هو النصاب ربما دار واحد دي كريديت قروض، وتوصل بداك الرسائل هذه. الان انا ربما عرفت راسي بانني الهويه ديالي السوشيال ديالي تسرق، شنو هي الطرق اللي خصني دابا نتبعها سيدي كريم؟ اولا هذا السوشيال سيكوريتي مهم في الولايات المتحده، لازم الواحد يحتفظ عليه، ودائما يتشيك الكوري ريبورت يعني، وكذلك هو يتصل مع كاينين ثلاثه المكاتب ائتمان ديال الكوري ريبورت، كاينين ثلاثه ويا ايكويفاكس اكسبيريان و ترانز يونيون، فهادو اللي عندهم جميع التاريخ الائتمان ديالك، فتقدر تتصل معهم مباشره كذلك، وقدروا كذلك يقولوك شنو حاصل في الكريدي ريبورت ديالك، يعني حتى هذه طرق، يعني تتصل معهم مباشره، الارقام ديالهم راه معروفه، راه كاينه في الانترنت، والويب سايت ديالهم معروفه، راه بغينا نذكرهم، تقدروا تذكرهم ليهم دابا
معروف ان شاء الله. لا العكس، اذا كانت هناك اي معلومه سيدي كريم العكس تفضل، لان الهدف يعني ديالنا دائما هو يعني الاستفاده مثلا ان شاء الله. مثلا كريدت ريبورت، كاين كما قلت 3 ديال المكاتب معروفه في الولايات المتحده، وهي ايكويفاكس، ترانز يونيون، و اكسبيرين. فمثلا نعم ايكويفاكس فالرقم ديالو المعروف هو 1-800-525-6285، 1-800-525-6285. والويب سايت ديالهم www.equifax.com، هذا مكتب واحد. ولا بلغتي واحد ولا اتصلتي معهم، فمجرد هما حيبلغوا المعلومات كل المكاتب الاخرى. يعني نعم هذا واحد. من مكتب اخر وهو ترانز يونيون، الرقم ديالو 1-888-397-3742. الويب سايت www.transunion.com. والمكتب الثالث هو اكسبيرينس، 1-800-680-7289، www.experience.com. فهذا تتعرف شنو عندك في الكريد. من ضمن الخطوات اللي عرفتي راسك انك فيكتيم، انك ضحيه نعم لسرق الهويه، فهناك واحد 6 خطوات، يعني نعم 6 ديال المراحل اللي بيدو. اولا الواحد ما يخافش، ما يكونش عنده ارتقاء، لازم يعني يبقى يعني هادئ، حافظ على الهدوء على الأعصاب ديالو ياك السي كريم، الهدوء. نعم يكون هدوء، لانك غادي حل وخا المشكله، يلقى راسو غتنصب عليه وبشي بديكريديت اللي غادي ضربه يكون ارتباك والخوف والرعب. نعم دائما يو ستي كالم، يعني لازم يكون كالم، هادئ الاعصاب، ويكون ذكي ويستعمل هذه الخطوات، وغادي دابا تحل السي المشكله. كريم. نعم دابا السي كريم شنو كيوقع؟ هو تا كيلقى راسو انه مثلا جات واحد 10,000 ولا 20,000 دولار ربما ديال واحد لي كريديت، فكيتفاجئ بداك الرساله الضخمه. ف توقع ارتكاب ودور ودور وخمس. انا السي كريم ما تشدني الخلعه صراحه بين جنابي لا الشاك. ولكن فاعطيني الخطوات اسيدي، اعطيني الخطوات باش الناس. الخطوات اولا اتصال مباشره بالمؤسسه البنكيه الماليه، يعني البنك ديالو، باش يعني يغلق الحساب ديالو، ولا كان جميل. كريديت ولا كان ديبت كارد، يعني البطاقة البلاستيكية، يعني نعم يعني يحاول يبدلها، يعني يغيرها، نعم والبنك يحاول يغيره، يعني يحذفه. لا عنده سيفين ولا عنده تشيكين اكاونت ولا اي حاجة. وكذلك يحاول يغير ذاك الباسورد، يعني الرقم السري في جميع، سواء كان بنك ولا فيسبوك ولا انستغرام ولا يعني مسائل ديال ستاكس ولا اي حاجه اللي عنده رقم سري. فهذه مناسبه باش يغير ذاك المسائل الشخصيه السريه ديالو، باش ذاك النصاب ما عنده اي طريقه يدخل ليه المسائل ديالو الشخصيه، ويزيد السرقه ويزيد يغتنم الفرصه ويسرق. فأولاً الاتصال مباشرة بالمؤسسة المالية أو البنك، باش يغلق جميع الحسابات البنكية والكريديت كارد والبطاقة الائتمانية. هذا الخطوة الثانية، وهي يتصل بمكتب القسم الاحتيال، وهو واحد المكتب فيدرالي تتسمى بـ Federal Trade Commission. Federal Trade Commission، فهذا لو دخلتوا على الويب سايت www.gov/idtheft، في خزان من المعلومات تفيد الناس اللي اصبحوا ضحيه. فهذا فيدرال تريد كوميشن. وممكن تعمل واحد فايل كومبلين، يعني ترفع واحد الشكوى وتشرح لهم ظروف ان كيف اصبحت ضحيه، يعني. وممكن ترفقه بالخطوه اللي غادي نكتبه من بعد، وهي ان شاء الله من الشرطه، يعني هو ضروري غادي يكون السي كريم، ضروري غادي يكون يعني كالبوليس ريبورت، يعني ضروري غادي يكون في هذه المسائل هذه. ولكن اسمح لي، بعض الخطرات ذاك مكتب الشرطه غيرفض بيعطيك واحد التقرير، لان ما عندكش شي، ربما يخصهم شي تقرير، مثلا يكون واحد عندك مثلا سرقه اللي تفوق 100,000 دولار مثلا. جيد، يعني حسب القانون وذاك الولايه، يعني فممكن المكتب الشرطه او مركز الشرطه ممكن يرفض يعطيك تقرير، لان غادي يقول لك انت ضحيه،
يعني ما كان حتى شي حاجه وقع، لا خساره، وقع لك شي خساره ولا تسرق لك اموال، فربما يكون واحد التقرير من الشرطه. فالنقطه كما قلت لك، الخطوه الاخرى قلنا الاتصال بالبنك، ثاني الاتصال بذاك المكتب ديال الاحتيال، قسم الاحتيال الاحتياط. بمكتب الائتمان، وكاين واحد الرقم ديالو وهو 1877-438-4338، هذا جيد. المكتب ديال الفيدرال تريد كوميشن، 1877-438-4338، هذا رقم مهم ومهم كثير، فهما يقدروا ممكن يساعدوك. سعيد السي كريم نحطه ان شاء الله، نكتبوه في هذا الرقم الرقم. ديال الفيدرال تريد كوميشن اوكي على الصعيد الفيدرال، هادو اوكي على الفيدرال تحمي الشخص المقيم في الولايات المتحدة من تتحمي ليه المسائل الشخصية ديالو لو وقع ضحية هوية. هذاك الرقم هو 1877-438-4338. وممكن يدخلوا الموقع الالكتروني ديالهم هو Federal Trade Commission. ftc.gov/id-theft. جيد. فمن هناك ممكن يكتب واحد، يرفع واحد الشكوى ويشرح ظروف النصب عليه، يشرح معاه ممكن يلصق بتقرير ديال الشرطة. جيد. هذا خطوة أخرى كيف تتصرف، يعني تتصرف. فالنقطة الثالثة أو الرابعة وهو اتصال بمصلحة الضمان الاجتماعي، يعني Social Security Administration، باش هذه يخبروا الخطوة الثالثة. باش يحميوا هذاك السوشيال ديالو، ويتصل بالرقم المعروف هو 1-800-772-1213، 1-800-772-1213. وممكن يفتح حساب في الموقع ديالهم www.ssa.gov، مكتب هذا الضمان الاجتماعي، يفتح حساب ويتواصل معهم ويشوف مشاكل، يعني المسائل ديال السوشيال سيكوريتي والنقاط واي شيء يعرفوا تما. هذا والنقطه الخامسه وهي مصلحة الضرائب. مصلحه الضرائب irs.gov، يفتح حساب معهم ويتصل بهذا الرقم، هو مهم ومهم جدا. Identity Protection Unit، Identity Protection Unit، الرقم هو 1-800-908-4490. هذا رقم جد مهم، لان لو وقع عليه ضحيه فمجرد يتصل معهم فغادي يقبلوا التقرير ديالو ويبعث ويكمل واحد الاستماره 14039. هاي الاستماره. نعم. فهذه تقول لك امتى اصبحت ضحيه. Someone use my identity. هذا الضحيه تقول لك someone use my information to file taxes. And don't know if someone كنت اما تعرفه ولا I don't know، تتكتب شنو حصل لك ومن بعد. يعني ضروري السي كريم هذه الاستماره انها تكون مرفقه بعد ما درتي هذه الشكايه لهذه المكاتب، انك تملا هذه الاستماره اللي هي 14039، لانها جد مهمه نظرا لان هذه الاستماره كتقول بان شخص استغل الهويه ديالك ولا استغل الانفورميشن ديالك من اجل مصلحه معينه. ولكن هذه فقط لو حسيتي ان السوشيال ديالك استعمل باش هذاك السارق والنصاب انه استعمل باش يحصل على عائد، هذه ما تهضرش على الايدنتيتي دي، غير بالنسبه للسوشيال سيكيورتي. تسرق لك ربما انه بغى ياخذ ذاك العائد وتتصيفط لهم هذه باش يحميوا السوشيال سيكوريتي، هذيك ايدنتيتي ديفت يونيت، تتحمي لك داك السوشيال وتيديروا تقرير وتيعطيو واحد الهولد، ومن بعد تيبعثوا لك هذاك العائد ديالك. ولكن قبل ما يبعثوا لك هذا العائد غادي تتصل مع مصلحه الضرائب، وربما هما نيت غادي يعطيك واحد البين، واحد الرقم ايدنتيتي بروتكشن بين، يعني متكون من 6 ارقام. فهذاك الرقم يعني تقدمه، من غادي تقدم الرقم الضريبي السنه المقبله
ما غتلقى حتى شي مشاكل، لان غادي تقدم التقديم ربما الكترون هذا الرقم خصك تحتفظ به يعني سنويا. رب هذا سنوين، الرقم ولكن تجد كل سنه تتعطيك المصلحه الضرائب واحد الرقم جديد. جيد، يعني كل سنة انا مصلحة الضرائب كنصيفط لك يعني بين نمبر مختلف على البين نمبر السابق. ولا ما صيفطاتلكش، فضروري اتصال بمصلحه الضرائب باش يبعثوا لك واحد اخر، يعني لان نعم غادي تقدم الضريبه غادي يرفض، وربما غادي يكون مشاكل في تقديم الضرائب الكترونيا. ممكن تقدموا بالبريد ما يكون مشكل، لكن بغيتي تقدموا الكترونيا باش تحصل على العائد في اقرب وقت، فضروري من ذاك البين. هذاك الناس نعم اللي كانوا ضحيتها سرقه هويه من ناحيه الضريبيه، فتتقدم ذاك البين، تتعطي ذاك المحاسب تدخله في البرنامج ديال الملف ديالك، وتقدم الضريبه بدون مشاكل، تتحصل على العائد ديالك. جيد. وبالمناسبه تنصح الاخوان يقدموا الضريبه اللي كانوا انه شاكين حاسين شاكين، فيقدموا في اقرب وقت، في اول يوم للتقديم الالكتروني يقدم، باش اللي غادي ينصب عليه وغادي يستعمله وغادي يرفض، يعني انت بعد استفدتي بعد قدمتي وتقبل لك الدوسي. يسبقوا السي كريم ياك. اللي سبق فاز. مزيان صراحة، نصائح جد مهمة صراحة السي كريم، راه ما كيبخلش علينا بالمعلومات، وهذا الموضوع صراحة من المواضيع اللي هي ربما السي كريم قبل ما نديرو حتى الموضوع، لأن كانت هناك شكايات من أشخاص اللي تم يعني تسرقهم السوشيال سيكيورتي ديالهم، ولكن ما عارفين شنو هي الخطوات اللي يديروا، فربما الجهل بالمعلومة كيكون بعض المرات صعيب. فالحمد لله يعني فقط هذه المواضيع ديال هذه الحلقات أن باش تكون عندنا يعني نفيدوا ونستافدوا في نفس الوقت، فهذا الشيء علاش السي كريم يعني اقترح الفكره ديال الموضوع جد مهم صراحه. انا شوف ديال المواضيع اللي هي جد مهمه اننا نكونوا عارفين هذه الخطوات اننا نديروها. واحد الاضافه، ان ذاك الرقم ذاك السوشيال سيكيورتي فما تتعوضش، ما تتعاودش تبدل الا في بعض الظروف، يعني يعني ذاك الرقم تبقى دائما مع على طول الحياه. ذاك الرقم هذا الشيء اللي كنعرف انا السي كريم، هو انا السوشيال سيكيورتي الرقم ديالك يعني كيبقى معك دائما، ولكن هناك حالات نعم كاين هناك استثناءات ان السوشيال ديالك ربما تقدر يتغير النمبر ديالو. تقدر على حسب الظروف ديال مثلا مسائل يعني حساسه، يعني كاين بعض ما عرفتش بالضبط، لان كاين واحد الاشياء اللي تقدر تغير فيها السوشيال سيكيورتي في مسائل مثلا من امنيه، مثلا امنيه ولا في حاله شي مشاكل يعني ضريبيه، ففي هذه الحاله ممكن تغير، ولكن دار نرجع للموضوع ونعطي بتفصيل هذه النقطه. ولكن عموما هذاك الرقم السوشيال سيكيورتي ما تتغيرش، وممكن تغيروا 10 مرات في الحياة ديالك. نعم هو نعم نعم قلت فقط يعني انا البطاقة، يعني عفوا البطاقة ممكن لا ضاعت منك، فممكن تطلبها من مصلحة الضرائب 10 مرات. ريبليسمنت. نعم ريبليسمنت يعطوك فقط ريبليسمنت، اما الرقم كيبقى هو الرقم. كيبقى هو، ولكن عندك 3 مرات في السنة، ولكن اقصى عدد من التعويض باش تاخذ البطاقة هو 10 مرات صافي. يعني دابا سيدي كريم عطيتي واحد النقاط اللي هي جد مهمه بزاف، نحاول نذكر فقط الاخوان كما قلنا وقع المشكل، عرفنا بان تسرق السوشيال سيكيورتي، عطانا السي كريم الخطوات المهمه اللي خصنا نديروها سواء مصلحه الضرائب مصلحه الضمان الاجتماعي ولا المكاتب الرئيسيه وكذلك البوليس ريبورت. فقط يعني مثلا ربما مثلا لحد الان دابا انا عرفت بلي وقع المشكل ودرت الريبورت ديالي، شنو هي المده الزمنيه اللي كتاخذها السي كريم باش توصلني بان الرساله بانني ام كلير، يعني مثلا داك ربما القروض اللي دار هذا السارق وربما المشاكل اللي ترتبت عليها، فوقاش انني نتوصل برساله من هذا المصلحه اللي انا او المكاسب اللي صيفط لهم وانا يقول لي بانني ام كلير، يعني انا سمعت كتقول 30 دايز. هو حسب انت كيف تعاملك مع داك الاداره وكيف تتصرف، وحسب المبالغ ولا حسب كيف تنصب عليك، فتاخذ شويه ديال الوقت باش تكتب كلير. عموما تكون فوق 6 اشهر باش تكون كلير فروم يور كريدت ريبورت، يعني ماشي شهر، لازم تكون فوق يعني 6 اشهر اما فوق، يعني حسب يعني حسب الوضعيه وحسب نوع السرقه وحسب بزاف ديال هذه، غير باش تكون
باش تكون انت كلير يعني خالي من اي مشاكل، فلا ضروري من انتظار اكثر من 6 اشهر باش تشوفها في الكورير بورد انك يو كلير. يعني بعد يعني فقط مي كنتوصل بانني كلير، يعني ما كيكون هناك حتى شي مشكل، صافي انا الامور ربما تعود للمجاري ديالها. نعم بالضبط نعم، ولكن ماشي يعني انك يعني صافي، يعني ضروري من المراقبه، ضروري من الاحتياط، ضروري دابا غيولي السي كريم احتياط اكثر من الاول. دابا الواحد تدوز عليه صافي، تعرف بان داك تحمي نفسه وتحمي الهويه ديالو، وتعرف فين غادي يحط السوشيال. مثلا اخوانتي يحطوا المسائل سي كريم التليفون ديالو مشى، ولكن في نفس واحد النقطه كان مكالمه، كاين واحد النقطه اللي هي جد مهمه السي كريم، ربما انك ربما كنت غتهضر عليها. كاين اخوان اللي كيحاولوا لهم كيحطوا جميع المعلومات يحطوها في قلب التليفون ديالهم، يعني الا فقد التليفون راه فيه السوشيال سيكيورتي، ربما الاكونت نمبر، فيه الراوري نمبر، جميع المعلومات حطها از نوت كنقط تما، وربما انه ولا يعني فريسه في هذه اللحظه هذه. نعم بقى، وكذلك تحت المعلومات ديالو في شي بيت يكونوا شركاء مع الناس، مع الروميت، مع الاخوان، وتعرف شنو كاين غادي يوقع. تحت المعلومات ديالو شخصيه، مجموعين واحد المجموعه ديال الناس معهم مخلطين، ما تعرفش شكون هو، ما كتعرفش شكون طالح من الطالح. كاين واحد اللي يحسدك، كاين واحد اللي ينصب عليك، كاين واحد اللي ينافسك، كاين واحد اللي يبغي لك ضرر. فهذا الواحد احتياط جميع الاحتياطات. فكاين بعض الاخوان تعرضوا للسرقه في البيوت ديالهم بسبب قصص انا تنشوفها، تيجيو عندي قصص حقيقي، تيجي انسان تيجي عندي ضحيه انه تسرق. كيفاش؟ ضيف واحد السيد الدار ديالو، ضيفه مغربي خوه ضيفه، نعم. وداك الضيف نصب عليه يلا. انا بعد الاشياء هذا انا نبي القصص، عندك شي قصص بحال هكا ممثله كذلك كتجيك السي كريم؟ يعني داك السيد دار معاه، داروا قالوا الطاقه، قالوا غادي نضيفو، غادي نستقبلو، يعني ضيف الله باش يعاونو. صدق داك الاخر مطالع على المسائل ديالو كلها، يعني حتى من ستاكس، حتى من رقم الحساب ديالو، وعطاه كل شيء. هذه نقطة جد مهمة بالنسبة للإخوان. من بعد صبح ما بقى صبح، من كما تقول بات ما صبح، من بعد داس واحد الشهور، من بعد تتصادر ذاك الشخص أنه جاه، يعني أنه عنده واحد 35,000 دولار ديال السرقة ديال الفلوس. منها ستاكس، منها الكونت، منها حول ذاك الشيء، خدا من ستاك تحوله من الكونت، وخدا يعني النصب. يعني هي صراحه هي نصيحه السي كريم، النصيحه نوجهها لجميع الاخوان، يعني الرقم ديال السوشيال سيكيورتي هو رقم خاص بك، ما تعطيه لحتى شي واحد. كاين ممكن هو الاخ ديالك، يعني ما تعرف شنو غادي يوقع، لان ما تعرف شنو غادي يوقع. كاين بعض الناس اللي تنصبوا عليهم من العائله ديالو، ماشي غير براني، من العائله ديالو تنصبوا. يعني الاحتياط جد مهم، من الاحتياط لان المسائل يعني خصوصا دابا الاوراق المهمه سيدي كريم، يعني مثلا سوشيال ولا جرين كارد ولا اي ورقه مهمه. يعني واحد النقطه مهمه خصوصا ملي تيكون داك الشيء ديال مثلا ديال المعاش، ديال الاعاقه، ديال شي حاجه، فما امكن الناس تجي دائما تجري باش تستافد او تستغل وتسرق باش تستافد. يعني نعم تادي يعني مهمه الواحد يحط يدير الاحتياط من دمه، من العائله ديالو يدير الاحتياط. وتا واحد النقطه مهمه هي السي كريم، هو مثلا ان الهويه ديالك ولا الاوراق اللي هي مهمه ربما ما خصهاش تحط صراحه في الدار، وخاصه الا كنت ربما معك ساكن مع اشخاص كما قلت ما كتعرفش من الصالح من الصالح. بغيتي كاين داك ما عرفوش باقي تستعملوا ابناك داك سيفتي في البازيت، تتمشي تعطي المعلومات ديالك الشخصيه تما، ولا تدير بي او باكس البنك ولا البوسطه 250 دولار في العام حلال عليك، تحط المسائل ديالك، ما كاينش اللي غادي يقرب ليها. كاين واحد التذكري بحال بوست اوفيس، يعني بي او باكس مسائل، يعني ولا كوفر، تعمل كوفر يعني نو. بعض المرات سي كريم هو اننا ربما كنسترخصوا هذه المسائل اللي هي ربما تكون 80 دولار ولا 100 دولار في السنه، ولكن بعض المرات كنلقاو راسنا، يعني حنا مازال كنهضروا غير على الاوراق المهمه، ما هضرناش على فلوس.
نعم حنا في القضيه تنتقشفوا وتنادي، ولكن من بعد تنديو واجب ثمن كثير. تيشوف لك انا مثلا غير هاد المساهمه ديال 10 دولارات في الشهر ديال هادي ديال مثلا لايف لاين ولا لايف لاك لايف ولا كارما، تيقول لك 10 دولار بزاف، ولكن ما عرفش بلا غادي تحمي الوف هذه الدولارات ديال السرقه، ما عارفينهاش. او 10 دولار شنو هي؟ غادي تمشي غير قهوه ديالك في النهار ولا شي حاجه هي خسرتيها؟ شنو هي 10 دولارات؟ ولكن تتحميك طول السنه. بغيتي تسالف معاهم راه دائما اولا تيعملوا اليرت، يعني اي حاجه تتوقع تيخبروك عن طريق التكست ميساج ولا عن طريق الايميل ولا عن طريق يعني يعني بال على الحساب. واحد سي نجم الدير قال لك حقيقه، قال لك عند رخصه كتخلي نصه، يعني المثل المغربي المعروف ديال كان استرخصوا على شي واحد، ولكن ملي كتجينا الدقه ما كنعرفوا فين جا. وحنا دائما تنديو الثمن على واحد الثمن با يعني رخيص كذا، تدي الثمن. ما عليناش، واحد النقط مهمه وهي ماشي فقط في كاين عن طريق الانترنت، مثلا الايميل، عن طريق مكالمه التليفون تيوقع النصب كذلك، ماشي فقط مسائل واقعيه معاشره، كاين عن طريق الانترنت تتسرق لك الهويه، تتمشي تدفع شي بيل في موقع غلط، او لا تتقدم على شي ابليكيشن على الهجره، تتمشي شي نصاب تيسرقوا لك الفلوس ديالك تحطوا، والناس ما عارفينش بان ذاك الموقع فقط لي شكرا شكرا تيبقى ذاك الموقع اللي تيجلبوا الضحايا. تيقول انا نعمرك الابليكيشن ديال هادي باش تجيب الاقارب ديالك، غادي تحط واحد 500 دولار وكل شيء نصب في الانترنت. هذه نقطه جد مهمه سي كريم دابا طرحتيها، لان كتوقع بزاف، وكتلقى انك كتلقى رسائل، وخاصه يعني ربما انا في هذه المسائل ديال الهجره شانا بزاف، انا كيصيفطوا لك يعني صيفطنا الانفورميشن ديالك ولا الانفورميشن ديالك، وانا مش مثلا الا بغيتي تجيب العائله ولا بغيتي شي تجيب شي شخص معين، وكيطلبوا هذه المسائل. وكما قلتي في نفس نقطه اخرى باش نعطيك الكلمه سيدي كريم، هو انه ربما انك تلقى مكالمات، ربما شي شركه معينه كتطلب منك انها ما كتطلب منك السوشيال سيكيورتي ديالك. والاخطر من ذلك هما ربما انك يجيو انهم ارقام ديال الهاتف، ربما كيقول لك الاي ار اس ولا كي هما شركات واحده اخرى، وخاصه راه كيجيو من دول واحده اخرى وكيحاولوا ينصبوا بهذه الطريقه هذه. ولهذا فمصلحة الضريبة تتحضر وتتوعي الناس انكم ما تقبلوش اي مكالمة هاتفية ان الاير تطلب منك باش تخلص الضريبة، فهذا نصب. يعني هادو وناس موجودين في افريقيا، جنوب افريقيا، موجودين في الصين، موجودين في الهند، فهادو ناس عندهم واحد اللهجة، هادو الناس عندهم معلومات شخصيه عليك، عندهم اسمائهم، تياخذوهم من الانترنت، من مواقع التواصل. كنلاحظوا سي كريم، كنلاحظوا من فيسبوك، من انستغرام، ربما يا كيستغلوا المسائل، يعني كياخذوا المعلومه ديالك كما قلت، وتيهضروا بانهم اسم مصلحه الضرائب انك تتسالك واحد قده وقده عندك. نعم، هذا هو السؤال اللي كنت غادي نطرحه. الانسان ما عنده حتى شي فيك، تيوقع عليه الخوف، تيقول لك دا تيقول لك سير لهوم ديبو، خذ واحد مثلا جيفت كارد، دفع وخلص ودوز دوك الشيء، ومن بعد ما تقدرش تحصل عليه، ما عندهمش مكان، ما عندوش ماذا، الاي ار اس ما يقدروش يحصلوا عليه. رايي يعني سنويا اكثر من 10 ولا يعني 10 الملايين دولار تمشي في نصب على الناس من ناحيه الضريبه، يعني لانه سي كريم دابا راه جد دابا الان جد خطير، لان دابا ربما السرقه المعلوماتيه ولات بشكل اكثر، لان تطورات دابا فقط، يعني مثلا الاخوان انهم مثلا على طريق وسائل التواصل الاجتماعي بامكانه يتصل بك وهو عنده معلومات مسبقه عليك، فقط بامكانه يدخل اي موقع اجتماعي ويعرف شنو كدير الحياه ديالك اليوميه كامله، انت راك حاطها تما، فربما انه كيكونوا معلومات عليك يعني قبل ما يتصل بك، كيكون كوان واحد المعلومات، جمع المعلومات كامله، ملي كيتصل بك كتقول بان لك هاد الناس راهم جديين مع انهم نصابين. وكذلك واحد النقطه مهمه،
مثلا تتوصل بمكالمات هاتفيه خصوصا في بدايه الموسم الضريبي، لان الناس باغيين تامين، باغيين تامين صحي، تامين سيارات، فيعني مثلا جيفت كارد، فتيكونوا تنشطوا هاد النصابه، تتصلوا بواحد المكالمه انك مثلا غادي نعطيك تامين بارخص، هما كلهم نصابه باش ياخذوا المعلومات الشخصيه ديالك. نعم نو خاصة حاليا اش اللي دابا ربما مؤخرا اش اللي وقع ان كثرت الاتصالات ان ربما ان يور كار انشورنس راه سالات، ربما ان كتاب التامين، ربما كما قلتي ان الضرائب، فهم النقاط اللي هي الان دابا اللي هي ربما الاغلبيه مثلا حنا مقبلين على دابا في ديال الضرائب، فهم كيعرفوا هذه النقاط هذه وكيعرفوا انهم يلعبوا عليها. او تقول لك مثلا بواحد الريسيت تكون انت مؤهل باش تاخذ واحد التخفيض وغادي كذا، وهذه كلها وسائل ديال النصب. شوف انت دابا انت مؤهل باش تاخذ واحد التخفيض مثلا من الطاقه، يعني انرجي طاقه، يعني باش تستافد، وخصك هذه، ومن بعد تتكون غير انسر ماشين، ومن بعد تحولك للنصاب. يعني طرق تقنيه ديال النصابين والمحتالين يعني. فبالمناسبه قالك عند حبه الفليوتي، شنو الكلمات شنو قلت يقول؟ هو قال لك عند الخصوص خلي نصو شي اللي قال سي نجم الدين. لا هذيك ديال راه خلى لك رساله سي كريم ان شاء الله، فقط راه تقراها. راه سي كريم كيقول لك اي ام سي اي بريبرين ولا بيكام ان اي ودايريس، راه قال لك ان شاء الله. الى مرحبا مرحبا، ما كاين مشكل، مرحبا. قلت ان شاء الله هو ان شاء الله. شنو ذاك الكلمات اللي يكون عند حب فليو سي نجم الدين؟ فين هو المثال ديال فليو؟ تتصلوا معايا انا، تيجيو تالا عند لحبه الفليو تتصلوا معايا انا، ما غاديش معايا والو. قال لك مشى لبلاد فليو وجا الرواح، ويا هذيك تيجيو معايا انا، ما تيجيو غير معايا انا، تيجيو مع شخص اللي عنده المعلومه. يا بغيت نقول لك انا يعني شنو اقفل السماعه، اقفل السماعه، اقفل عليهم صافي. نصيحه جد مهمه، يعني ما ديش مع ميلاد، مجرد ما تتصل ما تتهضر معاهم ما تيعرفوا المكان ديالك، يعرفوا الصوت، غير مجرد تقول يس، يعني راه انت تنصب عليك، لان داك يس نعم راه سجلوها بين راه وافقتي على هذيك. هذه نقطه مهمه الواحد ينتبه ليها، نقطه جيده هذه، مزيان. يعني من مجرد في التليفون يس، هذيك هي يس، راه هي راه في حد ذاتها راه نصب. يعني كيرفع التليفون دابا، كيرفع التليفون يقول نو، فاطمه ياس باش ما عندهم ما يديروا، غادي يغلق. ما تعاودش تقولوا ياس الاخوان، حاولوا ترفع التليفون، قول فاطمه تقول ياس، قول نو نو. هذه نقطه صراحه سي كريم، نقطة صراحه جد مهمه بزاف بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله الاخوان انهم يستافدوا من هذه النصائح اللي عطاها السي كريم، لان بكل صراحه بزاف ديال الناس انهم كيتنصب عليهم، وحنا فقط غير تقرير يعني اكثر من 10,000 حاله كيتنصب عليهم سنويا في سرقة الهوية ديالك، وربما ملايين ديال الدولارات، وبعض المرات انك تدخل ربما ان مشاكل، ربما انك الى درتي الخطوات اللي قالك السي كريم انك غادي تتفاداها، وغادي يعني ديال كلير يور، ولكن الاحتياط واجب. وكاعد واحد النصيحة اخرى، هو مسائل ديال مثلا عنده واحد اوراق ديالو شخصية، يكون فيها الطاكس، يكون فيها بيلات، يكون فيها فالنصاب تياخذ سرق لك هذيك المعلومات ديالك من ديك الاوراق، داك الزبل اللي تلاحوا في الكاربيج. هذا السي سعيد لكم واسع النظر، كيقول لك مشى للغابه ديال فليو وبغى يضربه بالرواح. وجوت عندي واحد هذا صح على المثال، ولكم واسع النظر السي سعيد. بغا يضربوا من الروح، ساعات نضربوا انا بالبلوكاج. نو هذه صراحه سيدي كريم، لانك انت ما شاء الله انك عندك المعلومه وشخص ذو خبره، وما شاء الله انك متابع لهذه المسائل هذه. فالاخوان كاين اخوان يعني ربما كما قلتي من فقط العمل الدار، ربما ما كيبحثوش في المعلومه، ما كيحتكوش اكثر، فربما ان طريقه النصب عليهم كتكون سهله. فالحمد لله ربما بحال هذه البرامج هذو، والبرامج فيها توعيه شويه، فربما نقدروا نوصلوا المعلومه، وهذا هو الهدف ديالنا صراحه الحمد لله من هذه البرامج هذه. نعم، غير واحد نكمل لك واحد النصيحه بغيت نقولها لك، كان المسائل الواحد يكون عنده اوراق تيلحهم هكاك يعني، فهذاك عندنا 3 دقائق السي كريم، خذ راحتك فيهم. لا هذا خطا، دابا
كاين واحد الشرادر، واحد الـ واحد يا هذه الآلة، نقطة جد مهمة واحد سي كريم آلة مزيان. تشريها من ستيبلز، آلة تتمزق لوراه كله، تتوليهم تيشيرتات يعني، لأن مسائل هذه شخصية. دابا نقطة جد مهمة دابا طرحتيها. هو بزاف فريز بزاف ديال الإخوان، وربما أنا راه كنت كتوقع على هذه المسألة هذه، قلت الاعتراف بالدين الفضيلة، هو أننا كنشدوا الأوراق ديالنا مثلا ربما أنهم أوراق قدام، ولكن أكبر خطأ، أكبر خطأ، وربما فيهم السوشيال ديالك وفيهم معلومات شخصية، معلومات ربما كتكون شخصية. احنا ما كنقولوا صافي هذه راه قديمه ما عندي ما ندير بها، لا وكنجمع مزقة، وترمي. تشري واحد الماكينة تدير 150 ولا 200 دور حلال، لأن غادي تمزق لك المسائل الشخصية، تتحط داك البيل ولا داك الطاكس ديالك ولا شي حاجة شخصية تتحطها، تتمشي هادشي ما علاش تبقى انه تشري. بعض الشركات انهم كيلتجؤوا لهذه المساله هذه، كيديو لهم باش انهم داك الوريقات انهم تيتقطعوا ما كيبقاوش انهم شتي دابا الورقة اللي قطعتيها، دابا لو الورقة اللي قطعتيها مثلا هكا، قطعتيها مزقتيها هكا نعم غلط، مزقتيها وشتيها، فالنصاب غادي يجي غادي يجمعها. يا كاين الناس اللي هما صراحة خطيرين في هذه المسألة خطير، انت تجمعوا المعلومات وتاخذوا وما تعرفش كيفاش غادي نصبوا عليك. اما لا مشيتي للماشينه ديال اللي تتقطع الاوراق دفعتيها، هذه تيمشي كلشي، ما عندك حتى شي، ما تخلي حتى شي اثار. هذه فكرة صراحة. نتمنى الإخوان، نتمنى وإن شاء الله، لأن هذه المعلومات أن الإنسان يأخذهم بعين الاعتبار نقاط جد مهمة، يعني النقطة نحاولوا كيف. نعم سيدي كريم، مازال شي نقطة أخذ لك، نقطة نأخذ لك عاوتاني جد النقطة إن شاء مهمة، الله أخيرا قبل ما نقطة إذا جد في مهمة. هو ماشي في بلاد مثلا فليو هذه ياك. واحد نقطة، وهو الميل تفضل. باكس. الميل ميل باكس باكس، أوكي أكبر، يعني مش عارف نقول لك، يعني أكبر نصب على الناس، وهو من تسرقوا لي من المسائل ديال البريد من الميل باكس. هذه نقطة مهمة يعني. كاين واحد والميل السؤال باكس، جد واحد نعم كمل الجملة ديالك، لأن كاين واحد الأخ طرح واحد السؤال مزيان بغى، راني حطيته، قال لك ولي الانكم تاكس، الانكم تاكس الآخر دوان من فضلك، سؤال وصلتني رسالة، ساكن معايا، افتحها بعد يومين سلمها لي، هل هذا يدخل ضمن سرقة الهوية؟ الأخ معلومة وصلته رسالة الإنكام تاكس، يعني فيها معلومات شخصية دياله، ما خصوش الشخص اللي يحطها، معاه شد الرسالة وفتحها، وهذه راه من المسائل القانونية التي يعاقب لا عليها القانون، يعاقب عليه القانون، نعم دي يعاقب مسألة عليها خصوصية، القانون، وتم فتحها وعاد عطاها له، ما عندوش الحق لأن يعني فيها السنية ماشي دياله. خصوصا لو كانت الرسالة جاية من مصالح الضريبة ومن government، يعني من هي رسالة جد الحكومة، مهمة هذه سيد تقول لك الأستاذ رحمة. بينالتي اند بينالتي، يو نو اف يو، هذه راه عندك واحد 50، ما عرف شحال، 50 $50,000 يس، بينالتي، هذه يعني بصراحة من بين النقط، ما لأن هو تفتحش، قصد ما عندوش الحق أي شخص ما يفتح. عندوش أي شخص يحل المسائل دياله الشخصية، لأن هذه تقدر تدعيه لأن فتح لك مسائل شخصية دياله وتربحوا، لأن مسائل ما يخص حتى غير المعني بالأمر. باش نرجعوا للقضية ديال الصندوق البريدي بيو نعم باكس، فضروري الواحد يعمل حماية داك الصندوق البريدي، يعمل لي واحد المفتاح. أما نعم الناس تجيو من البريد مفتوح داكشي متراع، يعني يجيو من هذه، أي واحد ياخذ لك الورقة البرا ديالكم يمشي ينصب عليك ويدير وتصبح أنت هوية، ما تعرف حتى يجيك شي خطرة شي بين، لأن داك البريد لازم تحميه انك تعطي الاسم ديالك، لان مثلا هذاك الساعي البريد تيمشي تحط الرساله ديالك في الاسم ديال داك الميل باكس. نعم لما كانش الاسميه ديالك يقدر يقول لك الساعي البريد ما عنده دونك، يعني غادي الحل يحط لك الرساله ما عندها لا عنوان لا رقم الشقه، ما كاينش شي حاجه، تحطها مثلا في داك البيلدين العماره ولا في البيت ولا يعني خارج البيت وهذه، فاي واحد النصابين المحترين تيقلبوا على هذه الفرص. نعم غادي ياخذ لك الرساله، غادي يفتحها ويدير داك الشيء اللي بغى، عنده كل المعلومات. نعم فلهذا فتنصح الاخوان والاخوات يديروا واحد الميل باكس في اسم ديالهم، ويديروا واحد المفتاح باش نعم يكون امن، باش يكون سيف داك الصندوق الميل باكس مفتوح، يعني سيف. نعم بصراحة نقطة جد مهمة سي كريم اللي عطاها، فان شاء الله سي كريم إذا كان ان شاء الله اخر نصيحة ولا اخر كلمة، لاننا تجاوزنا الساعة والساعة و
الحلقة ديالنا فقط ساعة إن شاء الله، باش نبقاو دائما أننا محافظين على التوقيت. فهل هناك آخر نصيحة ربما نعطيها للإخوان ولا شي نقطة؟ فقط الميكروفون سي كريم، راك تسكر الميكروفون. يس اوكي هناك، اوكي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان الصوت يرجع لسي كريم، فغادي تكون ان شاء الله اخر كلمه في انتظار سي كريم غادي يلتحق بينا. اذا كانت هناك اي نقطه ولا كان هناك اي سؤال، فنتمنى ان شاء الله الاخوان ان المعلومات ان سي كريم عطى معلومات كثير صراحه اللي هي جد مفيده، نتمنى اننا نستافدوا منها ونحاولوا نجنبوا هذه المسائل هذه. نعم سي كريم، كان صوت جيد جيد ان شاء الله. اذا كان هناك اخر كلمه ولا شيء اخر كلمه، هو تنصح خصوصا المهاجرين الجدد باش ينتبهوا لهذه النقاط ويحاولوا يحتفظوا على داك الصندوق داك رقم الضمان الاجتماعي، يحتفظوا ماشي من والي يعطيوه، ماشي اي بلاصه يخليو ليه وياخذوا المعلومات، ماشي اي واحد اتصل معه بالتليفون شنو الرقم ديالك تعطيه. الاحتياط في جميع الحالات سواء عن طريق التليفون او الانترنت ولا ربيع يعني... قالها سواء كذلك ربيع، السي ربيع قال لك بالنسبه للقادم والجدد وخاصه الاشخاص اللي ما كيتكلموش الانجليزيه كيضطروا انه يعطيو داك المعلومات اللي هي سوشيال سيكيورتي ديال شخص اخر ربما اللي كيتكلم نيابه عنهم، وربما يقدروا يوقعوا في هذا المشكل في سرقه الهويه، او لا ربما تي واحد مثلا ما عرفت يقول لك انا اعطيني السوشيال اللي كنخدم به وتا من بعد ما تعرف فين غادي ينتهي داك السوشيال، ربما شي واحد صديق ديالو بغى يعاونو تيعطيه داك السوشيال ديالو تيمشي داك الصندوق داك الرقم الضريبي تيمشي حتى الولايه تيعبر يعني مسافات تيصدق في شي حد عند شي حد. وكاين الاشخاص اللي دائما كتلقى ربما انه كيحمل مع السوشيال سيكيورتي في المحفظه ديالو كما قال الاخوان، وكتوقع له ولا كطيح وكتلقى يعني ربما داك السوشيال سيكيورتي فقط حفظ داك الرقم وخبعه في شي مكان اللي هو كما قال السي كريم، حطه في واحد المكان اللي هو مؤمن. هاد المسائل ما خصهاش صراحه تهز معاك ولا تصايب بها في التليفون ديالك. او كذلك بداو مره في السنه واحد يراجع الائتمان التقرير ديالو ريبورت يحتفظ شو شنو هو جديد، واش دخل شي حاجه، وهادي فدائما يراقب الائتمان ديالو، دائما يراقب الائتمان ديالو كري ريبورت باش يكون محمي ويطالع على الكريديت، لان الكريديت في الولايات المتحده هو جد مهم. الكريديت ماشي ضروري ان الناس تقول لك الفوائد، فممكن تحت عندك واحد الكريديت وتدفعوا في الوقت المناسب وبدون فوائد وهذا، فتكون عندك واحد الكريديت من البلد ضروري من الكريديت. نعم ماشي ضروري انك تاخذه وتدفع عليه فوائد، فمجرد تاخذ كريديت مثلا 500 دولار 600 دولار وتدفعها في الوقت المناسب، فانت بالنسبه للائتمان انك يطلع لك الكريديت لان عنده فوائد كثيره في الولايات. نعم هذا صراحه هو صراحه سيدي كريم هذا موضوع اخر ان شاء الله، موضوع جد مهم تا هو ديال الكريديت، ربما ان شاء الله غادي نحاولوا نبرمجوا له كذلك حلقه اخرى كيفاش تبيل ديال الكريديت ديالك. و يعني ربما بزاف الناس عندهم معلومات خاطئه عن الشيء ديال مثلا بي كريديت، انا باش يطلع كريديت وهذا ربما خطا، ربما كما قال سي كريم راه 300 500 دولار، الا كنت كتاخذ 20 دولار وكتخلصها في التايم راه كتقد تبيل ديال الكريديت احسن من واحد اللي واخذ كميه كبيره وما كيرداش في الوقت المناسب. موضوع كثير وتكلمت عليه في واحد اللايف هذه ديال الكريديت هاو تو بيلد يور كريديت، موضوع جد مهم ان شاء الله غادي نحاولوا نبرمجوا الجاليه والمهاجرين الجدد، لان المهاجرين ان شاء الله ما تعرفوش القيمه ديال الكريديت لان قابلين على المنح الدراسيه، قابلين على عمل، قابلين على شراء بيت او لا شراء شقه، فهذه كلها تتساعدهم. سيدي كريم، سيدي كريم غني كثير. نعم. وصلنا الى نهايه الحلقه التايم لا يرحم، لان كنحاولوا ان شاء الله نلتزموا بالوقت، كنت ضيف دائما ضيف خفيف ومليء بالمعلومات صراحه، كنشكرك ودائما نقول ان شاء الله غنتلاقاو في حلقه جديده وموضوع جديد. شكرا جزيلا سيدي كريم على 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 الدعوه، ومازال غادي تكون معنا في حلقات اخرى. شكرا بحضر. كذلك لكل المتابعين ديالنا وعلى قناه اخبار المغرب. اذا غادي نلتقيو في موعد اخر، لكم مني اجمل تحيه، وكان معكم رضوان الضحيك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا، تحياتي لك سيدي، مع السلامه. شكرا.